استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي وكبار المسؤولين، وذلك بقصر الصفاء بمكة المكرمة، حيث نقل سموه حفظه الله تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى أخي خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات جلالته الطيبة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها المزيد من التقدم والرفعة. وقد رحب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدا بالتواصل المستمر بين المملكتين الشقيقتين. وقد أبلغ خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد بنقل تحياته لأخي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمنياته لمملكة البحرين بطراد التقدم والنماء. هذا وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لما يؤكده دوما من الحرص والاهتمام بمواصلة توثيق عرى التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين بما يأتي تجسيدا لعمق وتميز العلاقات البحرينية السعودية وما تمثله من بناء راسخ أسهم في دعم أركانه الآباء والأجداد انطلاقا مما يربط بينهما من وحدة الهدف والمصير المشترك. وأشاد سموه بدور الشقيقة الكبرى وقيادتها التاريخية الناجحة للتحالف العربي لإرساء دعائم السلام وسبل الاستقرار في اليمن الشقيق والحفاظ على أسس الدولة وتثبيت الشرعية فيها في إطار مواصلتها الدور المحوري الذي تقوم به في رص الصفوف لمواجهة كافة التحديات، مؤكدا سموه حفظه الله على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة الشقيقة في نفوس المسلمين كافة وتقديرهم الكبير لما تقوم به من إعمار وخدمة لبيت الله الحرام وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، خاصة في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. هذا وحضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدبة الإفطار التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.